هنا في واحد من المحلات الاركيد اللي فيها العاب قديمه من العصر الحجري، فندخل نشوف. هذه ستريت فايتر، وهنا عندنا ماريو السبات، ماريو الدكتور، ماريو المغامر. محل فيلو بعد هذه العاب القمار، بس انها كلها بعد نسخ قديمه منها. هذه الالعاب عندهم هنا يحطوا عليها شخصيه انمي، ما ادري عشان يتحمسوا الناس يلعبوها. اذكر مره شفت واحده كان عليها ايفانجيليون حتى. هذه بعد هنا حقت تيكن، لعبة كرة قدم. وهنا في تنس. هذه اللعبة زمان كنت العبها على البلاي ستيشن 1. تذكر هذا الديناصور. اللعبة كنت احسبها كلها سعرها 100 ين، طلعت في بعضها ب 50. بلعب هذه اللي هي دكتور ماريو. اللعبة ما ادري ايش وضعها. اذكر في لعبة على الجيم بوي كانت نفسها كذا ماريو، اذا هزمت الفيروس ما تجي الالوان حقته. هنا انا هزمت الاحمر ومعلق على احمر، مدري ليش لترلي ما بيجيب لي الاحمر. هي يا طيب، هي او ماي جاد، اخيرا غيروا اللون. بس انا ابغى الازرق، باقي لي بس هذا من الازرق. تلعب فيها لك. بس انا توقعت انها مرحلة واحدة او شيء، بس تخيلوا 50 ين العب لين ما اخسر. هنا في بعد هذه لعبة زومبي توقع. مقابل محل الالعاب في هذا يمديكم تختبروا مهاراتكم في الصيد. اكيد صورت فيها مرتين قبل كذا، ححط لكم روابطها في الديسكربشن. حصلت هذا واحد ثاني حق روبن هود بالقوس والسهم. والله هذا جابها ما شاء الله عليه، جابها في الاحمر. انه مكتوب انه المره الواحده 3 اسهم ب 500 ين. ابجرب الحين حتشوفها مهاراتي. طيب جبتها 3 تقريبا، بس ولا واحده طاحت برا، فاختار واحده من هذولي. في ارنب وفي مينيونز، انا اختار هذا رجل الاطفاء. هذه اللي اخذتها زي الكيس المنفوخ، نفس هذا كثير زي البالونه. والله مليان نفس هذه المحلات في هذه المنطقه. شوفوا هذا المحل مره كبير، مره مره كبير. وفي هنا واحد ثاني جنبه على طول. هذه اللعبة دي طلعت في انا واخي في الحلقة حقت المصري، تسحبوا حبل عشوائي وتطلع لكم احد الالعاب اللي ورا. اغلب الاشياء اللي حاطينها حقت انمي. هنا كيميتسو، وهذا بعد جوجوتسو كايسن، وهذاك كيميتسو. الدب اريد انا. هذا بعد في نفس الحلقة من أنا وأخي طلع يويو مائي بلونة، ظاهر دخلها موية المفروض، بس هذه شكلها دخلها هواء. ياب شكلها هواء، في المفروض يكون دخلها موية أتوقع. وهذه اللعبة أساسها المفروض يكون فيها سمك، لعبة صيد كذا، يعطيكم شبكة ورقية إذا حطيتوها في الموية تتبلل، وإذا تبللت تشق فتحاول تصطاده قبل ما تتشق يعني. بس هنا حاطين كور، قد لعبتها قبل كذا بس كانوا سمك، كنت بروح بس قلت بجرب عشان أوريكم. أعطاني هذا زي الصحن، وهذه هي عشان أجمع فيها. شايفين كذا تتبلل، فكل ما تبللت تصير أخف تقريبا. أوه لقيت أنكو، لحظة بالأم تلعبوا لين ما تتشق. بس هذه قوية شوية. شوفوا الحين تشقت كذا. فبحاول اصطاد من الجهة اللي ورا. اوكي قاعد اطيح. زي كذا من ورا. اوكي خلاص شقت، ما عاد يمدي. المهم هذه الجماعته قال لي انه اقدر اخذ 3 معايا بس، يعني اختار من هذول 3 واقدر اخذهم معايا البيت. طبعا اخذت الانكو. جمعت كل الانكيات الموجودة في اللعبة. هذا المحل عنده أطعم تاكوياكي ذقته في حياتي، مرة لذيذ. اليوم عشان ويكند طبعا زحمة، شوف الطابور ذول الناس صافين. أدري قد تشوفوا شكله ما يشجع. بس والله إنه لذيذ، يعني لو جربتوا هذا المحل وما عجبكم التاكوياكي أعرف إنه ما حيعجبكم في أي محل ثاني. في بعض اليابانيين ما أدري إيش وضعهم في الحياة، ياكلوها كذا حبة كاملة. مرة حارة ترى، مرة مرة حارة، لسه يعني لازم أفتحها. أخليها شوية تتهوى من جوا. شوفوا هذه الأخطبوطة. بسم الله. ترى هذا الأخطبوط لا شكله ولا طعمه يشجع انكم تاكلوه، بس هذا لذيذ. ممكن تطلعوا ذا اذا ما تبغوه، تاكلوا الحشوة لحالها. شوفوا هذا هنا مدري ايش، مدري ايش عليه، جلد ولا ايش، هو المفروض يتقشر ولا مدري. ترى ما له طعم كأنكم تاكلوا غضروف. هنا في لعبة نفس فكرة البسكوت حق سكويد جيم،
بس ما ادري ايش هي هذه فلينه ولا. المهم انها زي بطاقات صغيره وتحاولوا تطلعوا الشكل اللي في النص. واذا طلع صحيح بدون ما ينكسر تقدروا تاخذوا. ما هنا حاطين هدايا بوكيمون كارد. شوف هذا واحد ثاني بعد حق الصيد يقول انه لو طيحتوا 30 حبه من الحلويات تقدروا تبدلوها بهذه السياره حقت ماريو. هذه الرسمه حقت الامواج اللي في الخلفيه هي لوحه اسمها ذا جريت ويف كاناغاوا. كاناغاوا منطقه هنا في عند قريبه من طوكيو. هذا المحل قد شفت عنه فيديو انه تقدروا تصطادوا السمك بعدين تاكلوه. شوفوا هناك في ولد معامل قاط قاعد يصطاد، بس ما ادري هذا ايش قاعد يلعب ولا قاعد يصطاد ياكلها ولا ايش، ما ادري عنه. بس شوفوا لاحظت انهم مقسمينهم، هذا الحوض الاول في هذه الانواع من الاسماك، وهناك في حوض ثاني، وهناك ورا في حوض ثالث. هذا محل سوشي عندهم فكره انه كل صحن تاخذوه تقدروا تلعبوا فيه لعبه تقريبا، اذا فزتوا في اللعبه ممكن تاخذوا هديه، اذا ما فزتوا ما تاخذوا شيء زي كذا. ما قد دخلتوه، خلنا ندخل نوريكم نجرب. طلع لي رقم 40 هنا في هذا الصف، شكلي آخر واحد. اي والله آخر واحد. المهم أول مرة أجي هذا مطعم السوشي. هنا في مسارين، هذا اللي تحت ممكن تاخذه إلا تبغوه منه، طبعا في أنواع كثير تمر، وهذا اللي فوق إذا طلبتوا شيء خاص يجيكم من هنا فوق. يعلمنا طريقة أخذ الصحن من هذول اللي هنا. المهم هذا المنيو، أنا ما أدري ليش حاطين الشاشة فوق، مرة إزعاج. أنا كنت أطلع فيها كذا، كان المفروض يحط تابلت يعني تحت أو نقدر نشيل هذا. هذا ما ينشال أو ما ينشال، أوكي. طبعا أنا ما أحب السمكني، فبدور أي شيء يكون يعني مطبوخ أو نص مطبوخ على الأقل يعني. هنا في هذا شرم بطلب واحد، هذا اللي هنا تونة بطلب تونة بعد واحد. جاء ما شاء الله. جاء الثاني. بوريكم الشاي في الطاولة. هنا في شاهي أخضر ماتشا طيب، وهنا موية، هذه موية ممكن تصبوا منها وتسووا لكم ماتشا. وسابي صويا صوص، هذا شيء حالي بس ما أعرف شو. وهذا اللي هنا الزنجبيل، سفون ملاعق، وهذه أعواد الأكل، وهنا أعواد الأسنان. المهم هنا فوق في الكاسات اللي ممكن تاخذوها وتسوي لكم شاهي، وهذه هي اللعبة اللي قلت لكم عنها برا. كل صحن تطلبوه تقدروا تحطوه هنا طيب، وتجيكم فرصة تلعبوا لعبة. إذا فزتوا الظهر أو بالحظ كذا، إذا فزتوا تقدروا تاخذوا لعبة من هذولي. حسوا كأنه أونيجيري حرفيا، طعمه أونيجيري. أوكي تو استوعب. مكتوب كل 5 صحون تقدروا تلعبوا بهذه اللعبة. أنا ما قريتها من أول، أحسب كل صحن. الصحون طبعا إذا خلصتوا منها تقدروا تحطوها هنا، وفي اللوحة اللي فوق يحسب لكم كم صحن حطيتوا. المهم كذا حطينا 5 صحون فبدأت اللعبة هذه، خلينا نشوف نفوز ولا لا. صدها يعني خسرت. اوه شوفوا رقبتها كيف، سبحان الله. هذه المنطقة اشكال المباني فيها مرة خرافية. هذه لعبة دجاجة تطلقوها كذا بأصابعكم، شكلها ضحك ولا ديك، هذا ديك ضار.
اوه مستر بطاطس كل المهمات. شوفوا هذه القطشة مرة عملاقة، شوف الحبات جوا، الحبات جوا مرة كبيرة، سعر الوحدة 3000 ين. حتى الزر حاطينه حق اللي يدورها عملاق. تطلع لكم من هنا تحت، هذا المفروض انه فيها هدايا كبيرة مرة، مو العاب صغيرة زي الميداليات الخربيطة هذه. هنا طبعا لازم يوروكم انه في ناس فازوا عشان تتحمسوا وتلعبوا. هذه هي الهدايا اللي داخل القطشة، ترى تجي كاملة، يعني هذا المفروض يفوزوا بهذا الست كامل مع بعض واكثر. تخيلوا مكتوب 11، يعني اكثر من هذا، ما ادري يمكن هذوليك او اللي تحت معاها، او هنا في سكوتر هذولي. هذا رقم واحد سيلرمون في النهاية، يا اخي حطوا شيء عدل، شبغه في سيلرمون. جائزة رقم واحد في هذه وفي هذه، هذولي حقهم بي تي اس. طبعا احتمال تطلع لكم لعبة ابو كلب وتكونوا ضيعتوا 3000 ين على الفاضي. بجرب هذه حقت الدجاجة مرة. وهذه اصلا اوريدي قريبة تطيح مرة، هذا اللي هنا راح اجرب عندها، يمكن لو حركها على طول تطيح. قربت 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 قربت، اوه طاحت، قلت لكم الحزاية هتطيح. مشرطنين ابوها والله لو انها ذهب، جلست سنة عشان افتحها بس اخيرا. المفروض كذا وبعدين افلت اللي ورا يقوم يطير، بس بيد واحدة ما ينفع. المهم طبعا ملمسه كذا لزج كانه سلايم. هذا هو البرج نفسه بس من تحت. هذا المحل قيد جيتو فكرتهم حلوة، ورا هذاك الورق طيب حاطين العاب الحلاوه الصغيره ذيك اللي على شكل كولا، على عدد الحبات اللي تطيحوها تاخذوا من هذه، يعني لو طيحتوا 15 حبه تاخذ اخر شيء اي، طيحتوا 20 حبه تاخذوا دي، واعلى شيء هو الاي طبعا. وهذه هي الهدايا معروضه في الجنب، في تحت هنا بعد ابو 15، هذا اخر واحد مثلا. في هناك هذه الاشياء، بسكوت ما ادري، ميكي موسى وفيجلت من ويني ذا بو، هناك اخر شيء معك شيء ذيك، واي اعلى شيء في هذا الفقرات اللي هنا. المشكله كلها دراغون بول، بشاشين دراغون بول ارخص فقرات تلاقوها هنا موجوده في كل مكان. حشوف هذا المحل حق امايبو، هذا مو عبقور بس سموه عبقور مو مشكله. اهلا بعبقور المزيف، زمان مره حلاوه قروش هذه كانت تنباع عندنا تذكروها. هذا المنطقة اللي ورا اللي قبل شوي كنت فيها عند البرج طيب، وإذا كملنا قدام في نفس الخط هنا الشارع كله محلات أنمي كله، هذه أكيهابارا حقت أوساكا. وصلنا محلات الأنمي، شايفين هذا المحل قد صورته قبل كذا اللي كان فيه ملابس كوسبلايز، بس هذا الفرع ما فيه كوسبلاي، هذا الفرع فيه له أكثر فقرات وأشياء قديمة. طبعا من المدخل يستقبلكم جراندايزر، هذا ما أدري تذكروه ولا لا، كان ينعرض على سبستون. فوقه هنا في دورايمون، هذه الظهر حقت الثلج اللي تسوي كاكيغوري، تبشر الثلج. هذا ما ادري هذا النمر المقنع، بس ليش شكله، ولا هذا مو نمر، اسد. روبوكون بعد موجود، وجنبه في مازنجر، وهنا في رصة ديناصورات، ما اعرف صراحة من اي انميات ذولي. ليش ديناصور برص سحلية، ايش هذا؟ اوه لقينا هنا النمر المقنع، واضح انه مرة قديم بس انه بعلبته، سعره 4500 ين. اوكي طلع سعره مو 4500، 4950 مع الضريبة. هذه النسخة القديمة من دورورو، والله الانمي هذا حلو صراحة. هذه تذكروها؟ نسيت اسمها، بس كانت تخرج من جرة تحقق الامنيات، ما ادري ايش وضعها. هذا بعد من نفس الانمي، هذه النحلة ايش كان اسمها؟ مو زينة، لا بشار الظاهر، اتوقع بشار. بشار يا بشار هيا الى العملية. هنا عندنا هايجي، ارخص سعر ممكن تحققوا فيه امنياتكم. هنا عندنا الكابتن ماجد وياسين، بس شكلها مره قديمه مره، ومعاهم كوره هنا بعد، هذه الكوره كانها موقعه، ظاهر كانها والله موقعه من ما ادري مين. المهم سعر الواحد فيهم 27500، وهذا الظاهر انها حقت الاقلام من داي الشجاع، بس النسخه القديمه منه طبعا. هنا في كم واحد من يوغيو، بس يوغي مو موجود، هذا اللي كان عدوه الظاهر، وهذاك من جزء ثاني. هذا اللي كانت المدرسة، مدرسة وكل سنة يلبسوا ألوان مختلفة بيخوفوا بها العيال. الست دي شكلها بيخوفوا بها العيال؟ اه تمام. هذه كلها اللي هنا نسخ من مجلات جمب، ظاهرة عبر السنين. اه هذا سيف النار.
هذا ما في شوى بس اشوفه كثير. سيف النار بعد كابتن ماجد ما اعرفه، ما اعرف ايش ذا المخلوق ولا ذا. اوه موجود اصوره من برا وانا قاعده ادور واحد واحد. يضحك هنا في دراغون بول جوكو، جوكو مكتوب عليها السنين هنا 1986، هذه كلها هذول اللي هنا 1985 واللي هنا 1981. شوفوا هذا هنا في سنة 2003 عليها روفي، في كذا انمي بعد ناروتو ون بيس، وهذه عليها ناروتو. جيراي سانسي هذه بعد ناروتو، وهذه عليها بليتش. اوكي كلهم موجودين، وفي ايتشيغو هذه عليها ناروتو وهي من سنة 2001. ناروتو انعرض اتوقع 2002، هذا قبل ما ينعرض بسنة على التلفزيون. وهنا في هانتا جون. خلاص اخر شيء هذا سلام دانك حسان، عندنا هانا ميتشي اتوقع اسمه بالياباني، وهنا داي شجاع، وهذا جوكو دراغون بول. هذه النسخ اللي هنا من السبعينات، شوفوا هذه 1971. بس شوفوا الانميات المعروضه ما اتوقع نعرف ولا شيء منها. شايفين هذا المحل كيف كذا كل شيء مرتب، ومحل ما شاء الله كبير وادوار لا تدخلوه اعرف انه مره غالي. نروح المحلات كذا المخشخشه فيها اشياء رخيصه. ذولي من فاينل فانتسي، هذه البوكسات اللي هنا نظامها الناس تستاجرها وتبيع الفيجرات اللي عندها فيها، اغلبها تكون مفتوحه في بعضها جديده. هذا والله شكله حلو لوفي، شكله هو مسويها، هذا اللي عليها الاسود والاحمر. ما اتوقع انه الفيجر كذا، شكله هو مسويها مضيف على الفيجرات اشياء يعني. انا حتى ايس بعد اللي هنا نفس الشيء، واللي ورا هذاك هذا مين؟ جيمبي، لان عندي زي هذا الفيجر حق ناروتو وما في هذا المتشعب من الراسينجن. هذول اللي هنا كلهم حقون ايفانجيليون. وهناك ورا في ميناتو، هذا عنده فيجرات لجوجو، طبعا هذاك ما له دخل، فاني اللي ورا، وهذا من سباي فاميلي. هذا خرافي مره خرافي، هذا بعد جوجو جوزيف جونوسر اتوقع ولا ايش. هذه من بدايه حلقات دراغون بول لما كان يتدرب عند ماتن روشي. هنا عندنا ايتادوري جالس على الكرسي، مكتوب انه بنص السعر، هل قصدهم انه ال 1600 تصير 800 او انه هذا هو نصف السعر؟ حتى هذا امره بعد بنص السعر. هذا الكلب اللي من سباي فاميلي طبعا تو طالع، لازم البيع يزيد عليه. طبعا في اشياء كثير انتوا لازم تنبشوا وتدوروا لين ما تحصلوا شيء يعجبكم، وبعضها تكون اشياء مستعمله. هنا عندنا حسان يا جماعه سعره 19800، وهنا بعد في هذول حقون سلام دانك، هذا ب 36000 وهذاك ب 34000، وهذا حسان الثاني ب 9800 نفس هذاك نفس السعر بس الفقر يختلف. وهنا عندنا كابتن ماجد بعد واحد ثاني، وهذا نسيت اسمه اللي كان منافسه الفريق الثاني. هذا الفقر سووه عشان الذكرى العشرين من ناروتو، طيب يكون فقرين مع بعض هذا، وفي فقر ثاني حق ميناتو بس شكله مو موجود هنا، كذا ميناتو يكون واقف يطالع ناروتو. وهذه اللقطة اللي في الانمي اللي كانت وهو حزين بعد ما رصف في اختبار النينجا مدري في مدرسة النينجا، هذا اتوقع انها من دراغون كويست، في كل انواع السيوف الموجودة في اللعبة او الانمي. وهنا تحت الشخصيات، وهذه بعد وهذيك، كل هذا المكان. هنا في تايتشي امجد ومعاه رعد اتوقع، صح كان اسمه نسيت. وهنا عندنا اش اللي اخيرا فاز، هذول التطورات من ابطال ديجيتال، السيت اب حق اليوتيوبر، صوت الاغنيه مره عالي ومزعج. شوفوا هذا حق ساسكي وناروتو من الجزء الاول، بيج مام ومعاها الغيمه والشمس هذيك حقتها، مره كبير. ودي انزل عشان اوريكم. مره ثقيل بعد، هذه هي البيج مام كان بيطيح. اوكي هذه هي بيج مام، وهذول حقونها. هذه اللقطه من ون بيس سعرها 8880، كان خلوها 88 كذا عشان يصير فله. شوفوا هذا الفقر لسايتاما سنسي، اوه ماي جاد، البوكس اكبر من حياتي،
22,000. واو مرة خرافي، بس مرة غالي بعد. أتوقع هذه أول مرة أشوف فيجر اللي هي سوكا، سعره 12,100 جديد طبعا مو مفتوح. في بعضها من الأشياء اللي هنا تكون مستخدمة أوريدي زي هذا مثلا. طبعا مع محلات الأنمي في هذا حق سوبر بوتيتو، هذا محل اللي يبيع أجهزة الألعاب القديمة، سويت عنه فيديو كامل هحطه في الديسكريبشن، مرة خرافي ترى المحل. لا يفوتكم الفيديو، لمحة بس من المحل عشان تتحمس تشوف الفيديو. خلاص كده كفاية. لحظة إيش هذه؟ هذه شاشة؟ وات؟ ليش كذا دائرية؟ غريبة مرة. دول البنات كلهم اللي واقفين هنا حقون ميد كافيه، كلهم اللي هناك شايفينهم ما أبغى أزوم عليهم كثير. المهم طوال الشارع هم صافين كذا يجيبوا زباين للميد كافيات. لقيت هذه الآلة حقت القتشة داخلها في ون بيس جيم كارد، مكتوب عليها كذا ما أعرف إيش هي، أول مرة أدري إنه ون بيس عندهم جيم كارد. هذول صور بعض البطاقات الموجودة، شانكس، وهنا في أوتا بعد، بس شوفوا أوتا 4,000، هذا ياماتو أتوقع صح اسمه ولا إيش، المهم 5,000، وشانكس 10,000 قوته، وهنا في 12,000 كايدو، وهذا كايدو كيدو بعد 8,000، بس مو حاطين لوفي، كيف حنعرف مين أقوى كايدو ولا لوفي الحين؟ ميهوك 9,000، ميهوك أضعف من شانكس، وهذه الثانية فيها كروت بوكيمونات بس ما حد يهتم. هنا في واحدة بعد ثانية حقت بوكيمونات بس ما ادري جوتها كروت ولا فيجرات ولا هدايا ممكن تحصلوها من هذول الاشياء اللي ورا، ما ادري والله، ما ادري ليش مسويين لو بنت. بس شوفوا هذا كايدو شكله مرة خرافي، الفيجر مرة كبير، مرة مرة كبير حتى من ورا، حتى من ورا شكله خرافي. هذا من جوجو، انا ما شفت جوجو كامل، شفت نص الجزء الاول تقريبا. وفي هنا هذا حق المنشار ما شفته لسه صراحة، بس إبريوير. أتوقع كذا خلاص، إذا عجبكم الفيديو سووا لايك واشتركوا في القناة. متنة، لا لحظة أصبروا. مو متنة، غيرت رأيي ما أبغى أنهي الفيديو، يا رب السيارة ذي تروح. المهم شوفوا هذا لاوسن حاطين عليه دراغون كويست، حتى من جوا شكل الرسومات. المهم أدري إنه مكتوب عليه الذكرى 25 لدراغون كويست، بس هو كذا من زمان، من أول هم حاطين على هذا الكومباني صور لدراغون كويست. والله ما كان في ولا شيء واقف هنا، سبحان الله لما جيت اصور جات ذي الشاحنه ما شاء الله قديش كبرها. اوكي اخيرا راحت، هذه هي الصوره كامله من برا، بروح اقطع من قدام عشان اوريكم اياه من جوا. اوكي ندخل نشوف. اتوقعت بس الجدران، ما توقعت عندهم منتجات دراغون كويست. شوف هذول هنا، ايش هذا الصوت؟ المهم سيف مغروس في الحجر اللي يطلع يصير البطل يمكن، وهذه القطره كل ما اشوفها احس ان شكلها انكم مدري ليش. في هنا بعد بعض الاشياء الثانيه، هذا يضحك حق الصابون، في ساعه رمليه، هذه ما ادري يمكن لمبه. Can you believe this little guy right here is actually a Switch controller? This is the Japan exclusive Dragon Quest slime controller. At first glance, he just looks like a happy shelf boy. But when you take him out of the plastic, you can see it's got a full Switch controller underneath. هذه الآلة تسوي لكم قروش زي هذه. في ثلاثة صور مختلفة، زي الختم تقريبا يختم عليها. شايفين اصلا انعكاس القالب حق الختم. طبعا ديزاين المحل كله دراجون كويست. هذه حلوة حقت الصف حق الكاشير. حتى الثلاجة حقت الايس كريم حاطين عليها. اتحدى لو انه اللي سوى اللعبة ما سوى هذا في الاساس على اساس انه انكو. شوفوا هنا حصلت دونت حق تودوروكي من بوكو نو هيرو اكاديمية، مسويين نص احمر ونص ابيض. اتوقع كذا خلاص ننهي الفيديو. هنا في جوكو، هذا الكانج اللي هنا يعني سلحفات. خلاص شكل الفيديو هذا ما حينتهي، انسى الموضوع. هنا في اتاك اون تايتن، شينزو ساساجيو، والله اللبس مره خرافي. مرة رحت محل ثاني كانوا هذه الحبال مجرد صور في البنطلون، شكلها يضحك حرفيا كأنها بربتوز أطفال، بس هذا خرافي مرة، حتى البوت معه. طبعا هذا ليفاي تايتشو من هذا الرابطة حقته. المحل هنا في جزء أشياء كوسبلايز، هنا في بعض الملابس، بس هم حاطين هنا صور بس هذه مو تبعها، ملابس غير ما أدري حقت أشياء ثانية. وهنا في باروكات بعد، في أشياء كثير، في حتى مكياج، مكياج السينمائي هذا حق زي كذا، المهم حق الكوسبلايز. هذه الظاهر كلها انميات مدرسية،
طبعا الشيء لازم يكون موجود في كل مكان. ميدو. اوكي تو استوعب هذا حق ريزيرو، حق هذول الاختين التوام. اول مره اشوف فيجرات زي كذا. هذه الفيجرات ملابسها ملابس قماشيه ما هي بلاستيك، غالبا الفيجرات تكون بلاستيك عاديه. شوفوا هذه قماشيه، في كذا شخصيه، هذه بعد نزكو، كل هذول. وهنا في ملابس اضافيه، تانجيرو ونيزوكو تشان زيتسو وإينوسكي. إينوسكي طبعا ما تعبوا نفسهم يسووا لبس. يضحك حتى الماسك ما فيه، مو حاطين القناع مع هذه، ما ادري عنهم. انا ما ادري صراحه اذا اللبس يجي مع هذه او تحتاجوا تشتروا هذه بعدين تشتروا اللبس خارجي. عشان كاس العالم حاطين هذا على السكرين، فريق الياباني